اليوم بنيتشر حبينا نضوي على المزروعات يلي ريحتهم حلوه. في كثير اشخاص بحبوا يزرعوا، اكيد الشيء مش بس شكله حلو ولكن بيعطي ريحه طيبه. بونجور مارك. هاي تينا، كيفك اليوم؟ تمام. في تشكيله مهمه من النباتات اللي ريحتهم حلوه؟ ايه، هلا نحن عم نحكي عن نباتات ريحتهم حلوه واورنمنتال، مش يلي بيكونوا اروماتيك او بيتاكلوا. اكيد يلي فينا نزرعهم بالبيت، فينا نزرعهم بجنينه، يعني هي محطوطه ببو او بباكا فلور او بجنينه وقاعدين حواليها منشم ريحتها. مزبوط. اذا انت شو بتفكري اول شيء هيك على راسك؟ هلا انا بلش يجعني راسي من ريحه الفله. العطره ايمين. بس الفله كمان فيها تكون ممنوعه. والفله كمان مزبوط. فبس رح تشوفي قديه في كثير بعد، ويعني انا كان عندي صعوبه حتى اختصرهم. ايه هلا اذا بنفكر يعني في ياسمين، صح، جاردينيا. جاردينيا من اشهر المزروعات اللي رح تطلع. وجبت معي هلا بالصور وحتى هون نباتات الناس بيعرفون قال وفينا نعطيهم هيك اهميه بالجاردن. هلا الفكره لازم نعرفه كمان انه مش كل هالبلانتات دائما في نحطهم بالاول بالجاردن، يعني لانه في منهم بيتعبوا بالشتاء، في منهم بالشتاء مثلا بيروحوا حتى الوراق تبعهم، سو الواحد لازم يعرف كيف يحطهم. سو في منهم موسميه كمان؟ ايه هلا موسميه مش يعني ضروري يموتوا، يعني موسميه فين يكونوا بارش بهروا 100% او بتهر مثلا بس بتضل تيج، كل وحده رح نحكي عنها ونقول الفكره تبعهم. وفي منهم مثلا العطره عندك هي الشلش، هو سوري الورقه هي اللي بتعطي الريحه الحلوه، في نباتات الشلش بتعطي الريحه الحلوه. في نباتات يعني كثير مختلفه. في الزهره اكيد. صح اكيد، والزهره هي دائما. رح بلش بتعرفي بلبنان جاردينيا، يلا نحط صورتها. ملكي عنا الجاردينيا 100%. والجاردينيا اللي عندك بين الزهره، ايه الجاردينيا اللي عندك انت هلا هيدي اندور جاردينيا. سو اندور جاردينيا يس، هيدي ادابتي. هول الجاردينيا بيجوا هيك ليكي شو حلوه ورقتها كيف بتلمع. هيدي بتقدر تعيش جوا هلا، مش يعني انه بالعاده مو هيك، بس انه هيدي ادابتي لتعيش بقلب البيوت. ف هلا كمان رح كمل بالصور لنشوف كمان كم صوره جاردينيا ثانيين هيك كيف فيها تنزرع الجاردينيا. جاردينيا هي نبته فيها تعيش بالفول سن، وبعدين بتقدر تعمل بارشل شيد بس مش انه بالفي، يعني هيدا اوكي. فأكيد افضل شمس من بلا شمس. مزبوط. هلا ثاني بلانت هي الفله. فانا قلت هول ما زال كثير بيعرفون اللبنانيين، ما بدي كثير طول عليهم. الفله هي منا نوع جاردينيا، هي نوع جاسمان. سو هي يعني الجاسمان العادي بنعرفه اسمه جاسمين اوفيسينالي، هيدي جاسمين مسامبك، يعني هي نوع من الياسمين بس في منهم هيك قزميه مثل هي الصوره، في منهم عربيشات. سو كمان قلت ما كثير نطول عليهم نفرجي قصص احلى. مش احلى يعني انه ما كثير نعرف عنهم. بتعرفي الفتنه؟ اوه انا هيدي اتس ماي فيفورت. هلا هيدي هي الفيفورت تبع كثير ناس. في كثير الوان منها. يعني انا بس حطيت اربع بس انه في شيء 40 نوع. يعني شو حلوه هالزهره. حلوه اسمها بلوميريا او بسموها فرانجي بانيا، كثير معروفه بهذا الاسم. فهلا شو مشكلتها الفله؟ انه هي اكيد شجره دجا ما فينا نحطها بمطرح مثل ما عندنا. اكيد المشكله الثانيه اللي عندها اياها انه بتقعد شيء اربع اشهر من دون ولا ورقه. سو هي منا ايفر جرين وحساسه على السقعه، يعني اللي بده يزرع فله بلبنان ما بيقدر يطلع اكثر من 300 400 متر حتى اقل يعني، وبتتعب كثير بالشتاء لدرجه انه فيها ما ترجع اذا شوي سقعت الدنيا او عملت جديد. حساسه بس ريحتها اكيد لما تكون هالزهور عنا اياها هون ريحه بتحائط. هلا ليكي هيدي البلانت اللي عنا اياها، رح حط صوره وبرجع فرجيك اياها معنا بالاستوديو هيك. الحلو فيها اسمها برون فالسيا. اوكي. ليكي اسمها الثاني ايير اجوردي ادومان. حتى بالانجليزي فينا نقول يسترداي توداي اند تومورو. ليه؟ لانه هيدي البلانت هلا هون اذا بدك تشوفيها. هيدي انت جايب خصله منها؟ خصله منها هيك لانه كانت كبيره اللي عندها ما قدرت اقطفها. لانه هيدي البلانت بتكون لونها اول نهار فيولي مثل ما باينه عندك، ثاني نهار بتصير بلو تقريبا، ثالث نهار بتصير بيضاء، يعني بتضل زهور كل يوم بغيره. ففي منهم هلا مش عم نحط الصوره نفس هيك الالوان؟ نفس الالوان بغيره ثلاث الوان يعني. شو حلو. بس هي البلانت يعني الزهره بتغير لونها. ايه فليكي هون بتشوفي على زيت البلانت ابيض روز، بتشوفي حتى نايس. هيك بلو. هيدا البلانت عندها من احلى روايح بالعالم يعني لما تكون مزهره. وهي هلا بتزهر يعني ليت بلومينج، اللي عنده اياها مثلا بجنينه بيقدر يعني يستفيد فيها بجوان جوي اوت يعني. ايه حلو يعني وقت رح نحن بنكون بجنينه. أكيد. بس كمان نبته اكثر للساحل. بس ريحتها رائعه وبتكبر يعني، بس كمان في منها هيك بول يعني، في منها مثل شجره صغيره بس مش انه شجره، انه شجيره يعني. بيرجع في بلانت لبنانيه كثير بحبوها
بسموها بالعربي كولونيا. هلا اسمها اللاتيني كثير معروفه هيك الليل لانه بتفوت على الناس على جنينه حتى مثل الكولونيا صح، يعني ريحه كثير حلوه بس بالليل بس. فليه؟ لانه الزهور اللي عم نشوفهم بزهروا بس بالليل. مشان هيك اسمها بيل دو نوي، جاسمان دو نوي، ليلا دو نوي، يعني هي لانه هالزهور بس بفتحوا ليلي. هذه هي الفكره. حتى يعني هي كمان اجمالا نبته اكثر للساحل، بس حتى فيها تعيش لل 700 800 متر، شوي اعلى بتصير مثل انويل، يعني بتنزرع بالصيفيه بتكبر كثير بسرعه، بس في امل كثير انه بالشتاء تموت، يعني ساعتها بتتغير. هلا في كمان بلانت كثير بحبوها اللبنانيه بسموها ليلا، معروفه كثير يعني، او يعني في كثير الوان منها. هي كمان مثل شجره صغيره ليلك. ايه بس مش بس هيدا اللون، في غير لون، في كثير الوان، ريحتها رائعه. هلا انا شخصيا يعني ما عندي كثير اكسبيرينس حلوه بلبنان لما بتنزرع بجنينات، ثلاث ارباع العالم بينفقسوا لانها شويه متطلبه. هلا مع انه فيها تعيش بالجبل بس ما كثير عالم بينبسطوا فيها، يعني الحلو متطلب معك. ايه مايك حلو بس انه اذا في حلو متطلب اقل. ايه اكيد. هلا اذا ستيفانيا عم تحضرنا فهون معي بالاستوديو مع الزهره، يعني هي واحده من احلى بلانتات عند ستيفاني. التوبيروز يلي عم نشوفها قدامنا كيف بتكون، هيدا على فكرة هي داخلة بكتير من البارفان اللي كتير غاليين معروفين، يعني هلا هي كتير إذا بدنا نعمل حلقة عن توبيروز فنعمل عنها لوحدها. توبيروز هي داخلة بالنمبر 5؟ ايه عملت دعاية. معروفة. معروفة أوتروتر يعني. هلا تقول لك شغلة بس عنها، الفكرة كتير هيدا البلانت، يعني في ناس بحسوا ريحتها رائعة، في ناس وهي أصلا ليه انكبت قبل لأنه كانوا لما بشموها بحسوها أنه رح أقولها مثل ما هي، يعني عندها إنودور فيلجير. سو بده يعرف كيف البارفيوم ما يحولها لريحه حلوه. حلو. هيدا الفكره كثير مهمه تبعها. بدها شطاره يعني. بدها شطاره. وقبل كمان بيقولوا انه اذا كانوا ما يخلوا البنات خاصه يشموا كثير من ريحتها لانه بصيروا يتصرفوا قصص ما لازم يتصرفوها من زمان. سو كانت هي نوتي من اوكي. هلا بعدين في عندنا كمان مسابه، يعني قلت لها ما تزعلي مني بس مسابه انه هول الزهرتين مفضلين لستيفانيا ولا بعد. فهيدي الفريزيا اوكي يلي اسمها شم النسيم. كمان مثلا هيدي كثير بلبنان على الفدمات بتنباع وهيك. رح فرجيك كيف بتكون، يعني في كثير الوان منها. بمصر كثير مشهوره، في حتى فيستيفال اسمه شم النسيم بالعربي. هي بلانت حلوه بولب، هي كمان ما بتعطي زهور اكثر من شهر شهر ونص شهرين يعني. بس ريحتها رائعه، يعني مشان هيك اسمها شم النسيم. هيدي بتنزرع على الساحل على الجبل؟ بتنزرع وين ما كان. اوكي. وعندها كل الالوان بوسيبل، يعني اذا انتبهت هيدي الصوره. ايه في على اصفر وعلى احمر صح. وبعدين كمان كمان هون عم شوف كل الالوان اللي معمولين منها، ففي منها يعني اصفر، اورانج، ازرق، ابيض، كلهم يعني. وكثير بحبوها لما تكون بوكيه سوا وهيك. هلا في بلانت اللبنانيه ما بيعرفوا بركي انه هيدا فيها نزرعها بجنيناتنا، مهضومه كثير هيدا. الميوغي او الليلي اوف ذا فالي، يعني كثير معروفه هيدي البلانت يلي هي السمبول تبع عيد العمال. الميوغي عندها ريحه رائعه، اصلا اسمها ميوغي جايه من المسك يعني، لانه مثل ريحه شوست الطيب يعني. قد ما حلوه يعني، مش الاسم تبعها بدل كيف هي جايه. فالميوغي هي نحن بس بنعرفها انه باول ايار بتنباع على عيد العمال، بس نحن فينا نشتريها بلبنان شتله. وهي قد منا يعني هي بلانتا بيسانت انفيزيف، يعني هيدا الميوغي على فكره كل وحده بتطلع زهره واحده مش كثير حلوه زهرتها. ايه هلا هون كمان فينا نعمل حلقه كمان عن الميوغي لانه ما بيخلصوا الحكي عنها، يعني هي نبته رائعه. سمبلايزز كثير اساس يس، يعني مثلا هي واحده من سمبول تبع العذراء. هي سمبول عيد العمال، البيوريتي، حتى يعني في كثير قصص عنها. حتى هي واحدة من اكثر توكسيك بلانت بالعالم، بس نفس الوقت واحدة من ادويه القلب. واو. سو كمان حلو. فهون عم شوفها كيف الميوغي فيها نزرعها. على فكره بس اقول لك مثلا عم نحكي عن الميوغي، يعني كلمه بتعرف موبارناس هو الجبل يلي كانوا يروحوا الميوز عليه. بيقولوا انه نسيت مين يعني الالهه، كان ما بدهم انه الميوز تبعه يمشي على الارض، كان يفرش الميوغي على الارض. مشان هيك اسمها غازون دو بارناس. سو حلو. سو شوفي قديش هيدي البلانت يعني مهمه. هيدي اوتروتر عن الميوغي يعني هيك. رح نكمل بهالبلانتات. وصلنا لانت البلانت بتحبيها كثير، العطره. عطره هيدي صارت عطرتي.
انا ما بعرف اذا بعد عنا وقت بس في وقت في وقت. فعمليا العطره كمان هي واحدة من البلانتات اللي كثير بنشوفها عند البارفيمير المشهورين يعني منطقه جراس يعني مثلا بفرنسا نعمل هيك ريحه رائعه واو صح. فهي نوع جيرانيوم على فكره بس هلا في لغط على الاسامي بين جيرانيوم وبيلارغونيوم ما رح افوت فيها كثير بس في ناس بالغلط بسموها بالعربي خبيزه اوكي الخبيزه منا مثلها ومنا من عائلتها وما خصهم بعدهم بس لان ورقتها بتشبه الخبيزه هي اكثر اسمها جيرانيوم روزا او جيرانيوم اودوريفيرا يعني بعدين رح نكمل بهيدي الصوره ثانيه دائما بتزهر ال هي العطره هي بلانت كثير هينه اصلا العنايه فيها هينه جدا وبتزهر فتره طويله هلا يعني اذا سقعت شوي زياده عن زوم فيها تتعب بعدين بترجع مش انه منها مشكله كثير كبيره هلا البلانت الثانيه بدنا نشوفها بلانت كثير حلوه والصوره بركة تغش لانه هي صغيره كثير 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 يعني واطيه على الارض بتنزرع هيك مثل الجراوند كفر حتى بلبنان في كثير عالم عندهم جاردينيا كبيره بحطوا بالبو بالارض من هيدا البلانت خلينا نشوفها بكعبه اسمها سويت اليسون هون عن جد بدك تتخيلي انه شو مهضوم وليك هالصوره بس بدك تتخيلي انه كل زهره هي بتنزرع؟ ايه كثير يعني هيدا موسميه بلبنان يعني هيدا من ارخص البلانتات الموجودين مش قليل يعني انه البلانت هيك بال 500 هيك بتمشي عنا بتمشي بلبنان وين ما كان ريحتها كثير حلوه وبس عم برجع عم بقول لك الصوره كثير بتغش لانه هيدي اللي عم تشوف فيها هي اصغر من 250 القرش يعني عرفتي كيف يعني صغيره كثير الصوره لازم احط شيء تنطلع عليه هلا بعد في كثير بلانتات ريحتهم حلوه مثلا عندنا اكيد الورد الجوري يعني كان لازم بركي بلش فيها شو هالريحه والورد الجوري في كثير انواع منه يعني نحن بلبنان حتى عندنا نوعين ثلاثه في ورد بزهر بماء ومسميها روز دومي وفي ورد بزهر بالخريف ومسميها روز دوتون هلا في منهم بيناتهم صار في كالتيفارز بس هيدي اجمالا معروفين ريحتهم كثير قويه بس الورد ما بدك تقرب تتشم ريحتها هلا حسب بالاي ساعه يعني ايه هيدي مثلا عم تعطي ريحه بدون ما تقرب عليها ايه هلا حسب يعني في منه اوقات يعني كمان حسب الهواء وحسب هيك يعني او بس انه هي من احلى بلانتات بالعالم الريحه تبعها الورد الجوري وكمان داخله بكثير بارفان والفكره بس اعطيك اكزامبلات يعني بدنا ما بتتخيلي كم الف بيتال لتقدر تعمل شويه بارفان يعني مشان هيك كمان هي من اغلى البلانتات يعني هي والياسمين من اغلى الاساس تبع منه البارفان لنكمل في عنا كمان الجاسانت يلي هي بولب بلبنان كثير نحن بنحبها الجاسانت عندها ريحه رائعه يعني اذا بتتذكري لما كنا نعمل على نويل او على نيو يير نعمل حلقات عن البالبس كنا نجيبها على الاستوديو كل يوم يقولوا شو هيدي الريحه مزبوط فالجاسانت مش بس بولب يعني هي كمان شتله فيها نزرعها بالارض فينا نزرعها هيك وجبت لك صوره من هولندا تشوفي كيف لما يزرعوها كرمال الكات فلاور كيف شو هيدا حلوه لا هلا هيدا ذكرني باللافاند كمان ايه من بعيد اكيد اللافاند يعني كان فينا نحكي عنها كمان بس انه بنجرب هيك نفرجي قصص ثانيه هلا بالوقت الباقي رح افرجي كم عربيشه لانه في كثير اشخاص بحبوا العربيشات والعربيشه بتعطي زهور رائعه مثل الياسمينه يعني مثلا مثل الياسمينه بس هيدا الشافرفاي يلي اسمها لونيتشيرا هيدا عندها من احلى الروايح يعني والحلو فيها انه هيدا البلانت بتعيش من الساحل للجبل ايفر جرين وزهراتها في منهم في كثير الوان بس بلبنان عندنا او هيدا اللي هي صفراء وبيضاء او الحمراء وبيضاء هيك يعني فهيدا اللونيتشيرا يلي كثير زهرتها حلوه واللي بده هيك مثلا يزرع عربيشه مع ريحه حلوه اكيد اوت دور يعني منا اندور بلانت هلا انا لإلي اذا حدا هيك بيقول لي انه بدي ازرع بلانت وحده لنقول وتكون سريعه يعني منيحه ما بتمرض تقلع بتقلع من الساحل للجبل ايفر جرين ما بتمرض بيض الوجه يعني لانه عندي كثير اصحاب بياخذوا بلانتات وبيقتلوهم فعمليا ريحتها حلوه مش بس انا ساره كمان ساره كمان عم تتضامن معي ايه ف دونك انا بروح على هذا البلانت هلا هي مثل اي يلا رح افرجيك اياها على السريع لانه تقطع وريحتها حلوه؟ ايه وريحتها حلوه سو هيدي هي بس لازم ننتبه على شغله لما بنزرعها بتكون هيك صغيره اوكي وليك كيف بتصير دغري من بعدها يعني بعد شي سنتين مثلا هولي هيدي افرجيك هيدي صور من لبنان يعني هي بتعيش ببصاليم؟
ايه اكيد بالريحه، قلت لك هي الصوره هلا بتزهر هيك شي شهرين ثلاثه. رائع البلانت، حتى بتقدر تعيش شويه بارشل شيد، بسموها فوجا اسمانا، هي منا ياسمين. اسمها لحدا اذا بحب يشتري منها اسمها رينكو سبيرمم او ياسمين ايطالي بالعربي بيقولوا لها. اوكي سو هلا بعد في عندنا كثير بلانتات جود تو نو، فهيدي وحده منهم. هيدي تينا يعني انه خرجك يعني خرجي هيك ضربت عيني عليها هلا. لا بس اصدر انت بتحب الاشياء الحلوه والبلانتات. بفتكر خلص وقتنا. ثانك يو مارك لهالجوله الحلوه وريحتها حلوه، بفتكر ريحه الاستوديو صارت اجمل هلا. رح ناخذ وقفه ومنكفي بعد شوي مع دلال بالكوكينج.